ومما يروى في سبب نزول هذه الآية أن صحابيا كان فقير وكان يأتي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يشتكي الفقر ويشتكي الحاجة والعوز، وكان له عيال وكان له ابن يعينه، فوقع الابن في الأسر، فلما وقع أتى إلى رسول الله يخبره أن قلب أم هذا الأسير كاد أن ينفضل وعينها تقرحت وهو لا زال محتاجا، بحث الحبيب له عن شيء يعطيه فما وجد، فأعطاه بوابة مفتاح الكرب ومفتاح الفرج، فقال له اتق الله واصبر، وفي رواية قال وأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. فعاد إلى أهله وإلى زوجه فقال لها إن رسول الله عليه الصلاة والسلام يوصيكم بالصبر والتقوى ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبينما هو في بيته إذا بالغنم تأتي 4000 رأس، وفي رواية أغلب شوي من الغنم، إذا الابن غفل عنه من كان يحرسه فهرب، وفي طريق هروبه مر بواد به غنم لأعدائه وكانوا مشركين، ثم ساق الغنم وأتى وقد حفظه الله. كيف حفظ؟ ليست المسألة للمخلوق، كيف تأتيك الأرزاق من حيث لا تدري؟ حقق التقوى، فإذا حققت فموعود الله لا بد أن يأتي. كأن الله يقول إذا انشغلت بالتقوى أعطاك أرزاق من انشغلوا عنه بالرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إنه الله. وكل ما عندك من الله، ولا حول لك ولا قوة بما وهبك الله، إنه الوهاب إنه الرزاق. أبقى في بطنك حفرة غائرة تذكرك أنك كنت في بطن أمك ترتبط بها الحفرة، طريق الحبل السري، وكان يرزقك الرزاق معه 9 أشهر وأنت لا تدري. ولذلك الرزق الذي يأتيك من غير ما تحتسب ليس رزق المال فقط، الهداية، انشراح الصدر، صلاح الأبناء، طول العمر، كلها أرزاق يعطيك الله إياها، فقط اللي عليك حقق التقوى. ولاحظ من غير ما تحتسب، لأن الغير ما تحتسب هذا يسعد فؤادك يدهش قلبك. ولذلك جمال الفرج تحت الشدة أنه يأتي ولا حول لك ولا قوة، ويجي في ساعة أنت فيها تنتظر الفرج ولا تدري، لكنك تعرف الله، مو لا تدري وتيأس، لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولذلك أحبابي كلما حقق الإنسان التقوى جاءه الرزق من غير ما يحتسب، فيأتيه المخرج من باب ما ظن يوما أن هذا الباب سيفتح، ويرزق من طريق ما ظن أن هذا الطريق يفتح له. الله إذا أعطى أدهش العقول عطاءه. ولذلك من أكبر المقامات التي يوقف الإنسان فيها نفسه في ذلة، يوم يقول من وين تنفتح؟ أقنعني، أنا مخلوق، إدراكي وعقلي وحولي وقوتي ما تتجاوز مد بصري، بل إني أحيانا أرى شيء ما أستطيع أن أصل إليه خوفا أو جزعا. إذا أيها المؤمن حقق التقوى يندهش عقلك بعطاء الله جل وعلا. شكرا لحضراتكم على مشاهدة الفيديو، وأرجو ألا تنسوا الإعجاب به والاشتراك في القناة.